نكمل لها بقى ونعمل بقى ايه العلبة. انا معايا خرز 10 مقاس 10 شفاف ابيض، ومعايا موف فاتح موف فاتح، ومعايا سلك 70، ومعايا مقص، معلش البكرة وقعت، معايا خيط 70 ومعايا مقص. هنسمي اللي بقى كده ونشتغل. هنحط اربع خرزات ابيض، اربع خرزات ابيض، هنحط الفتلة اليمين في الخرزة دي كده، وهنسحب كده وهنعمل لوب ونسحب فيه الفتلة الشمال، ومثال انا وريتها لكم قبل كده، وهنعمل العقدة دي في نص الخرزة كده، في نص الخرزة. انا هعمل بقى كام دور؟ هعمل اربع ادوار وارجع لكم. انا هحط اتنين يمين، اتنين يمين، وارجع الفتلة في الواحدة دي كده كده عشان اعمل اللوب ده، وهحط واحدة شمال، احط واحدة شمال كده. هعمل بقى كم مرة؟ انا عملت مرة ودي مرة، هعمل كمان مرتين. انا عملت اربع ادوار اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة، هحط بقى واحدة موف، واحدة موف في اليمين، واحدة بيضة، هاتني دي كده عشان احطها، وهحط واحدة في الشمال. انا كده دي بداية الموف، دي بداية القلب، بداية القلب. انا هعمل بقى ست مرات ابيض، ست مرات ابيض. انا كده عملت بعد الموف دي ست مرات ابيض، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست. بعد كده بقى هحط واحده موف، واحده بيضه في اليمين، والشمال هحط واحده بيضه بس. كده انا حطيت موف وابيض للقلب التاني، هعمل ثلاث مرات ابيض. انا كده بقى عملت 15 دور، دور كده 15 دور. انا بقى هحط 3 في الجنب الشمال في الفتلة الشمال، 3 مع بعض، مش هحط بقى هنا وهنا، لا هحط في الشمال 3 مع بعض عشان نبتدي بقى الدور التاني. انا كده حطيت في الفتلة الشمال 3 عشان الفتلتين يطلعوا من هنا بقى، عشان كده احنا هنعمل الدور التاني. اول حاجة هحط في اليمين 3 ابيض، وبعد كده 2، وبعد كده 2. انا حطيت الدور التاني ده 3 ابيض 2 ابيض 2 ابيض، هحط بقى 2 موف 2 موف موف ابيض. انا كده حطيت 2 موف 2 موف 2 موف، لا موف ابيض. هحط بقى 4 مرات 2 ابيض، 4 مرات اتنين ابيض. انا بشرح وبعمل بس الفيديو عشان انا مش عايزه الفيديو يبقى طويل عليكم. احط اتنين ابيض كده. احط بقى كمان ثلاث مرات اتنين ابيض. انا كده بقى احط اتنين موف، احط مرتين اتنين موف، ومره واحده، ومره موف ابيض. احط مره اهي موف، وحط كمان مرة، بعد كده هحط مرة موف ومرة ابيض، موف واحدة ابيض. هحط بقى تاني اتنين ابيض اتنين ابيض. انا كده غيرت الفتلة. الدور الاخير بنحط الخرز في الفتلة الشمال، الفتلة اللي هي نايمة تحت، بنحط فيها عشان نرجع السطر التاني. هنحط فيه اتنين، يعني كل اخر دور من هنا واخر دور من هنا بنعكس على الفتلة التانية. انا طلعت كده بقى للصف التالت، الدور التالت اهو، طلعنا بالفتلتين اهمك. هنحط ثلاث مرات ابيض ومرتين تاني ابيض. هحط اتنين موف، اتنين موف.
اتنين موف كده. بعدين هحط تلات مرات موف ومرة موف ومرة ابيض. بعد كده هحط اتنين ابيض اتنين ابيض، هحط اتنين ابيض اهو، وهرجع تاني احط اتنين ابيض. بعد كده بقى هحط تلات مرات اتنين موف، تلات مرات اتنين موف كده. ما تنسوش بقى اللي احنا كل مرة بالفتلة الشمال دي بنمشي الغرز الخرزة دي، يعني كل مرة انا بمشي الخرزة اللي تحت دي. هحط بقى مرتين اتنين كمان موف كده، مرتين اتنين موف، وبعدين موف ابيض كده. هنحط بقى اتنين ابيض اتنين ابيض كده. على فكره بقى هي بعد كده بتظبط نفسها، يعني لقيتوا حاجه معوجه كده ولا حاجه عادي هي بتظبط نفسها. حط بقى فتله الشمال في الخرزه النايمه دي كده، وهنرجع بقى نقلب كده ونحط في الفتله الشمال اتنين. الفتله الشمال هنحط اتنين. انا كده طلعت للدور الرابع، كده الدور الرابع هحط ثلاث مرات ابيض ثلاث مرات ابيض، وبعدين هحط ابيض موف، واحده بيضه وواحده موف. انا مشيت بالفتله الشمال خرزه وهحط خمس مرات موف، هحط خمس مرات موف، اتنين موف، احط كمان اتنين موف. على فكرة يا جماعة اول السطر بنحط تلاتة وبعد كده كله اتنينات، يعني اول السطر بنحط تلاتة بنحط تلاتة وبعد كده اتنينات كله. هحط اتنين اهما كمان موف، وهمشي تلات مرات موف. بعد كده هحط واحدة موف واحدة بيضة، واحدة موف وواحدة بيضة. معلش انا غلطت في حاجة، المفروض هنحط اتنين ابيض بدل موف ابيض، لا هنحط اتنين ابيض وبعد كده موف ابيض. هنحط اتنين ابيض اتنين ابيض كده. بعدين هنحط كده، هنحط ابيض موف. هنمشي بقى خمس مرات موف خمس مرات موف. ما تنسوش الفتلة الشمال في الخرزة النايمة اللي تحت دي، ما تنسوش. نحط كمان اتنين موف، وبعد كده تلات مرات كمان موف. انا كده هحط بقى اتنين ابيض، هحط اتنين ابيض انا كده مشيت غرزة مشيت خرزة، وهحط الاتنين في الفتلة الشمال. ليه؟ عشان احنا كده هنطلع بقى الدور الخامس. انا كده طلع الدور الخامس اهو، طبعا الفتلة طلعت من الخرزة دي الاتنين، هحط تلاتة ابيض تلاتة ابيض
هنحط بقى واحدة بيضة واحدة موف، واحدة بيضة واحدة موف. هحط كده مرتين تاني موف، مرتين تاني موف. هحط بقى واحدة بيضة واحدة موف. احنا كده خلاص بنقفل القلب ده، واحدة بيضة واحدة موف كده. هحط بقى مرتين تاني موف كده بقى. هحط اتنين ابيض، اتنين ابيض، هحط واحدة بيضة وواحدة موف. كده القلب ده خلص. انا هخلص بقى القلب ده، هخليه زي القلب ده. كده القلبين خلصوا. انا بقى هعمل كمان دول كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، دول خمس تدوار. هعمل كمان اربع مرات، اربع تدوار ابيض، اربع تدوار ابيض. بنرجع تاني. انا كده عملت خلاص تسع تدوار، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. الدور العاشر بقى هنحط في اليمين تلاتة ابيض، ثلاثة أبيض. أنا عملت ثلاث مرات أبيض، هعمل مرتين اتنين، كل مرة اتنين أبيض، اتنين أبيض واتنين أبيض. أنا هحط بقى عشر مرات واحدة موف واحدة بيضة، عشر مرات واحدة موف واحدة بيضة. أنا عملت عشر مرات اللون ده اسمه موف، موف أبيض عشر مرات. وبعد كده هكمل بقى السطر ابيض. هعمل بقى انا كده طلعت السطر ال11، هعمل ثلاثة ابيض، ثلاثة ابيض. هي الفتلة صغرت بقى وعايزة اغيرها، هعمل ثلاثة ابيض. هرجع اعمل بقى اتنين ابيض وبعدين ابيض موف وارجع لك. انا هعمل هنا بقى الجنب ده زي الجنب ده، هعمل ثلاثة ابيض اتنين ابيض موف، ابيض موف. هعمل ثلاثة ابيض اتنين ابيض، ابيض موف زي الجنب ده كده. انا كده خلاص عملتها، وكنت عاملة واحدة تانية دي مع دي، كنت انا عاملة واحدة دي قبل دي قبل كده، وهي وهي. هنا بقى في فتلتين كده خارجين، هعمل ايه؟ الفتلة دي اللي هي يم التحت دي كده هجيبها في الخرزة البيضة دي، هجيبها في الفتل في الخرزة البيضة دي، اطلعها كده، اطلعها كده. كده وهحط خرزة موف، هحط في خرزة موف في اي واحدة بقى كده. وارجع الفتله فيها تاني كده، واحطها هنا، واسحب الفتله الشمال كده كده عشان امسكهم مع بعض كده. وهرجع برضو، هرجع برضو، بس لازم لازم اشد جامد كده واحط ال، بصوا يا جماعه عشان معلش انا اتلخبطت، الفتله اللي نايمه دي هحط فيها الخرزه كده، وهجيبها في الخرزه البيضه دي كده كده كده، عشان دي تبقى كده اهو، تمسك هنا كده. وهحط في الفتلة دي هحط واحدة بيضة، وهرجع فيها الفتلة كده كده،
وهسحب بقى بالفتله دي كده. بصوا كده، اهم حاجه شد الحته دي كده جامد، والعقده خليها في نص الخرزه. وهرجع برضو بالفتله دي ارجعها في الخرزه دي كده، والفتلة التانية برضو اجيبها في الخرزة دي. هي دي بس عايزة صبر شوية كده، عشان ايه احنا ايه هنمسكهم في بعض كده. وهحط خرزة بيضة، خرزة بيضة كده، وهرجع في الفتلة برضو كده في الخرزة كده بنفس الفتلة، وهسحب الفتلة الشمال. لازم العقدة تبقى في نص الخرزة، واشد جامد هنا الفتلة دي في الخرزة النايمة دي، والفتلة الشمال التانية دي في الخرزة النايمة دي. دي كده اخر خرزة. هحط برضو خرزة في اي خيط على فكرة، هنا او هنا عادي كده. برضو اشد جامد واحط نفس اشد جامد واخلي العقده في نص الخرزه كده. ادينا انا قفلت الجنب ده، هتوي بقى الفتله كده او كده واقطعها في اي مكان بقى كده، في كام خرزه كده واقطعها، وهقفل دي وارجع لكم كده. انا خلصتها اهي الجنبين. طبعا انا مش هقدر اطول الفيديو اكتر من كده، هعمل لكم جزء تاني هقفلها لكم بقى وهتشوفوها هنعملها ازاي.